محافظة الجيزة كان فيها امبارح حملة رقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع الأساسية ومتابعة التخفيضات اللي تم الإعلان عنها. استمرار لجهود الدولة في متابعة الأسعار. احنا الفترة الحالية احنا بنشوف المحافظات وتشوف تطور الأسعار فيها، وبالذات الأسعار السلع اللي بتهم المواطن طبعا. بنتكلم على العيش، بنتكلم على الفول، بنتكلم على المكرونة، كل ده احنا بنبص عليه عشان نشوف هل في تأثير بعد انخفاض سعر الصرف ولا لا، والمواطن حاسس بده ولا لا. المتابعة موجود انه في أسعار بتنزل، الضيق بدأ أسعاره نزلت وبالتالي أثر على سعر العيش، فأنا شايف أنه الجولة دي هتستمر وفي محافظات كتيرة بالتعاون مع المحافظات مع السادة المحافظين طبعا، وإن شاء الله يعني نبقى نعمل رصد جيد للأسعار في داخل السوق المصري. احنا هدفنا أن احنا نوفر سلعة للمواطن بسعر مناسب والكل يكون مرضي، مهم يكون يعني لا نيجي على حساب لا على حساب التاجر ولا على حساب المواطن، لا عايزين تبقى الامور في توازن في السعر اللي سائد في السوق. وطبعا توجهات الدوله وفخامه الرئيس طبعا العمل على اتاحه السلع للمواطنين بسعر مناسب. دوله رئيس مجلس الوزراء طبعا يعني تعليمات مشدده يوميا بالمرور والمتابعه، وكان في عندنا 7 سلع يعني كانت حددت اللي هم السلع الاستراتيجيه اللي هي بتمس حياه المواطن الغالبيه العظمى والمواطنين، احنا الفتره اللي فاتت اشتغلنا عليها، وطبعا بعض تخفيض يعني سعر صرف يعني انخفاض سعر الدولار، ويعني نزول لمسنا يعني بعض يعني الهبوط في الاسعار، نامل ان شاء الله انها تستمر الفتره اللي جايه. الدوله حددت السعر وحددت الوزن، لا الدوله كده خدمت اي صاحب فرن، لان صاحب فرن بعد الاسعار دي والوزن ده صاحب فرن كده بيكسب. ورقابه الدوله على الدقيق اللي كان بيغلى مرتين ثلاثه في اليوم قبل كده في الموجه اللي عدت دي، لا الدوله قامت بدور كبير وضغطت على التجار الدقيق، وصل الدقيق النهارده ل 14000، لما تيجي سعادتك تحسبها ب 14000 الدقيق على السعر اللي احنا واخدينه من سياده المحافظ، لا احنا كفرن كده بنكسب والامور ماشيه. وبالنسبه للمواطن الدقيق الرغيف بالنسبه له كده محسن وبقى سعره جنيه و75 وبقى في متناول برضه. السكر نزل والرز نزل، وفي منتجات في اللحوم نزلت والالبان نزلت والجبن، لا حاجات كتير نزلت. اسعار بقت نزلت شويه، اللحمه المفرومه واللحمه نزلت شويه، بجيب صوص حلويات عشان ولادي بيحبوا الحاجات الحلوه يعني.